يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ وما صحة ما نقل عن الإمام أحمد أنه قال: رأيت ربي فقلت له: ما أي شيء أحب أن يتقرب إليك؟ فقال: كلامي يا أحمد. وكذلك ما صحة ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة أنه قال: رأيت ربي في المنام؟ هل هذه صحيحة؟ نعم، الرؤية ممكنة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام كما صح في الحديث من رأى ربه في المنام، وكذلك المؤمنون يرون ربهم في الرؤيا، لكن بشرط أن يكونوا على إيمان بالله وبأسمائه وصفاته. ممكن، هذا ممكن، الرؤية في المنام ممكنة، ممكن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.